لم يمهلها لتدافع عن نفسها ولو بكلمة. انتشق سلاحه ليقوم بإطلاق عدد من الرصاصات في جسدها النحيل. عشرات من الأحداث والجرائم المشابهة بدأنا نسمع بها في الآونة الأخيرة لسوريين داخل وخارج البلاد تحت عنوان الدفاع عن الشرف. بعضهم أرجع تفسير ازدياد هذه الحالات لفوضى انتشار السلاح وغياب الروائع العقابية الكافية، ومن هنا حاولت بعض المؤسسات الاجتماعية والدينية التحرك علها تساعد في الحد من هذه الظاهرة. آخر هذه المبادرات جاءت من قبل المجلس الإسلامي السوري الذي أصدر قبل أيام فتوى حول حكم القتل بدافع الشرف. نص الفتوى أكد على أن إقامة الحدود هي من اختصاص الحاكم أو من يقيمه عليها كالمحاكم الشرعية، لكن في المقابل أثارت بعض بنود الفتوى ردود فعل عديدة. فمثلا يشير نص الفتوى إلى أنه إن فوجئ الرجل بزوجته أو إحدى محارمه كأخته مع رجل أجنبي وهي متلبسة بهذه الجريمة ومن ثم قام بقتله أو قتلهما، فإن هذا الفعل يأتي تحت بند الغيرة المنسجمة مع الفطرة، وبالتالي يعاقب عليها بأحكام تخفيفية. واعتبر المجلس أن هذا الحكم لا يخالف أحكام القضاء في إشارة للأحكام القضائية السورية، والتي لطالما أثارت بأحكامها في هذه القضايا ردود فعل عديدة من قبل الشارع السوري، كونها كانت تحكم عادة ببراءة الجاني، وهو أبعد ما يكون عن البراءة. بعضهم اعتبر أنه في الوقت الذي حاول فيه المجلس الإسلامي ردع أي شاب عن ارتكاب جرم بحق قريبة له، إلا أنه في المضمون أتاح له مخارج دينية للتملص من جريمته في حال ارتكابها.